السلام عليكم ورحمة الله، برحب بالجميع في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كولكشن، برحب بكل متابعي القناة. النهاردة ان شاء الله زي ما احنا شايفين هنشتغل مع بعض شنطة كروس او حقيبة للكتف بشكل ولا اروع من الباترونات المميزة جدا وبغرزة مجسمة. تخيلي ان الباترون الحلو ده من تكرار سطرين سهلين جدا بيتكرروا على طول القطعة. شكلها حلوة قوي وهنشتغلها مع بعض بكل احتراف خطوة بخطوة. اتمنى تعجبكم. قبل ما نشوف باترون النهاردة خليني اذكر كل حبايبي واصدقائي اللي بيشوفوني او بيتابعوني لاول مرة اننا بالفعل اشتغلنا موديلات وباترونات متنوعة كتير من الحقائب والشنط بالاشكال اللي احنا شايفينها. فاذا ما شفتهاش معايا او بتتابعين لاول مرة هتلاقيها كلها متجمعة على البلاي ليست في اول تعليق مثبت تحت الفيديو، اضافة الى كل لينكات التواصل والصفحة الرئيسية اللي من خلالها تقدري تتابعي كل الاشغال والتطبيقات اللي نزلناها مع بعض. اما دلوقت خلينا نشوف الادوات وطريقة التطبيق لباترون النهاردة. الادوات اللي هستخدمها، هشتغل على خيوط المكرمية الكريستال الفرنساوي الرفيعة، هستخدمها على فتلتين علشان تبقى سميكة شوية بس. طبعا نفس التطبيق تقدري تستخدمي اي خامة متوفرة عندك وحابة تشتغلي منها وتكون مناسبة للحقائب والشنط، وطبعا ابرة وتكون مناسبة لسمك الخيط اللي هتشتغلي بيه. بالنسبة لي انا هستخدم لونين مختلفين، وعلى الخيوط دي هشتغل عليها بابرة رقم 4 ملليمتر، هحتاج لابرة التنظيف وللمقص. اول خطوة هنبتدي نعملها، هنشتغل حلقة البداية بشكل طبيعي، بسحب من الخيط 1 2 وبشد طرف الخيط، وبعد كده هرتفع بستة غرز السلسلة 1 2 3 4 5 6 بالشكل ده كده. ده يعتبر العمق بتاعي، وبالتالي انا هاخد سلسلة اضافية، يعني اجمالي عدد الغرز اللي اشتغلناها 7 غرز بالشكل ده كده على البداية. هفوت اول غرزة تحت الابرة على طول وابتدي من تاني غرزة، ادخل بالشكل ده كده واشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبنطلع منها، واستمر بنفس التكرار. الغرزة اللي بعد كده بدخل واسحب الخيط، نفس الغرزة البسيطة غرزة حشو، وبستمر بغرزة حشو واحدة فوق كل غرزة. يفترض ان انا معايا هنا 6 غرز على الدور، فانا كده بشتغل غرزة رقم 5 والغرزة رقم 6 والاخيرة. زي ما احنا شايفين مع بعض كده اشتغلت على 6 غرز تمام. وكل احنا هنعمله بقى ان احنا هنيجي على النهاية هنا، نرتفع بسلسلة والف السطر بتاعي، بفوت الارتفاع ما بشتغلش عليه وبنزل على اول غرزة من الستة بالشكل ده كده، وابتدي تحت حلقتين الغرزة اخد نفس الغرزة البسيطة غرزة حشو، وعلى الغرزة اللي بعد كده بنفس التكرار غرزة حشو واحدة لكل غرزة. زي ما احنا شايفين بشتغل على 6 غرز، وهنرتفع بنفس التكرار ونفس الطريقة كده، مش هغير اي حاجة. كل مرة بنوصل بيها على النهاية، شايفين نهاية السطر كده، باخد سلسلة ارتفاع وارجع بالسطر مرة تانية. بس ناخد بالنا اننا هنرتفع من مضاعفات العدد 3، وده معناه ايه؟ معناه ان انا هرتفع بثلاث سطور في ثلاث سطور في ثلاث سطور، كل ثلاث سطور بيشكلوا لي وحدة، وبالتالي انا هعد معايا لل يعني وانا برتفع كده على القطعة دي او على القاعدة لازم ارتفع بثلاث سطور في ثلاث سطور في ثلاث سطور وهكذا تمام. اذا انا على السطر الثاني كده وهبتدي السطر رقم 3، ارتفعت الارتفاع بتاعي وهنزل تحت حلقتين الغرزة لأول غرزة كده وهسحب غرزة الحشو واستمر زي ما احنا شايفين. هو تكرار وحيد وهفضل اكرره، بس زي ما قلت لكم واحنا بنرتفع نخلي بالنا اننا بنرتفع 3 سطور في 3 سطور، يعني كل 3 سطور معايا بيعتبروا وحدة، وبالتالي انا هرتفع بنفس الطريقة كده ونرجع نشوف الخطوة اللي جاية. ارتفعت بالسطور زي ما احنا شايفين مع بعض كده من تكرار العدد 3، يعني 3 سطور في 3 سطور انا ارتفعت ب 33 سطر من مضاعفات العدد 3، والعرض ده بالنسبة لي مناسب تقريبا 21 سنتيمتر. لو حابة تعرضي قاعدة الشنطة اكتر من كده يبقى هترتفعي 3 سطور في 3 سطور لحد العرض المناسب. بالنسبة لي انا 21 سنتي كفاية، وهنا على نهاية الدور تمام. بعد ما بنشتغل اخر سطر في العرض المناسب كده بنبتدي ان احنا نقلب الشغل على جنب القاعدة. يفترض ان احنا كنا بنرتفع بالشكل ده تمام، هنقلب القطعة بالشكل ده بحيث ان احنا نشتغل على الجنب، وعلى طول على اول فراغ للسطر اللي جاي اهو هبتدي اخد غرزة حشو من نفس الغرزة البسيطة حلقتين وبنطلع منها، ويفضل هنا ان انا احط علامة على بداية الدور.
هنلف داير ما يدور القاعدة المربعة دي بغرزة الحشو، داير ما يدوره لحد ما نوصل على الماركر مرة تانية. اذا على كل سطر بيقابلنا كده زي ما احنا شايفين بنشتغل غرزة حشو من نفس الغرزة البسيطة، داير ما يدور القاعدة شفوت ولا غرزة، هاخد غرز منتظمة من غرزة الحشو، داير ما يدور المربع كله لحد ما نوصل على البداية. لفيت داير ما يدور المربع كله بغرزة الحشو، وهنا بعد اخر غرزة هشيل الماركر او العلامة من اول غرزة بالشكل ده كده، وهدخل اشتغل غرزة منزلقة، بسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده كده، ابقى نهيت الدور والراوند. على مدار دورين جايين هنشتغل نفس التكرار، يعني هنلف بغرزة الحشو غرزة واحدة فوق كل غرزة لمدة سطرين بنفس الطريقة. كل مرة بنيجي على البداية هنا نقفل منزلقة، بنرتفع بسلسلة، وعلى نفس مكان الارتفاع في اول غرزة على طول بشتغل من نفس الغرزة البسيطة كده حلقتين وبنطلع منهم، وبحط العلامة بتاعتي على بداية الدور، ثم بستمر بنفس التكرار بقى زي ما شفنا كده، غرزة واحدة فوق كل غرزة، اتأكد ان انا تحت حلقتين الغرزة بشكل مظبوط وسليم بالشكل ده كده. هرتفع سطرين داير ما يدور بنفس الطريقة، ونرجع نشوف الخطوة اللي جاي. ارتفعت بيه سطرين من غرزة الحشو داير ما يدور المربع، وزي ما احنا شايفين هنلاحظ انه القاعدة بدأت تجوف للداخل بالشكل ده كده. وانا هنا على نهاية الدور التاني هبتدي ان انا اشيل الماركر او العلامة واقفل منزلقة وانهي الدور بشكل طبيعي بغرزة منزلقة بالشكل ده كده، وكمان هرفع الخيط وهقصه، هنغير اللون. حلقة بداية جديدة من اللون التاني بالشكل ده كده، وهنيجي على القاعدة في نفس المكان اللي فصلنا من عنده الخيط، هنبتدي ان احنا ندخل بالابرة بالشكل ده كده، وهسحب الخيط. طبعا معايا حلقة البداية على الابرة، ويفترض ان انا سحبت الخيط، معايا حلقتين هطلع منهم كأني بشتغل غرزة حشو، وبعدين هرتفع بسلسلتين، واحد اتنين. هعتبر اللي انا اشتغلته ده اول عمود بلفة، وهلف الخيط على الابرة. هبتدي اشتغل جوه نفس الغرزة هي بالشكل ده كده اللي تحت الابرة على طول، هشتغل غرزة عمود بلفة، بسحب الخيط، معي ثلاث لفات هسحبهم حلقتين في حلقتين، فكأني انا اشتغلت غرزتين على اول غرزة بالشكل ده كده. تمام. بعد كده هاخد سلسلة وهروح على الدور الرئيسي، هفوت واحد اتنين، وعلى الغرزة رقم تلاتة هلف الخيط على الابرة وهشتغل عمودين على نفس المكان، هسحب الخيط، معي تلات حلقات بسحبه حلقتين في حلقتين كده العمود الاول، ولف الخيط كمان مرة، وعلى نفس الغرزة هي هسحب كمان عمود زي ما احنا شايفين مع بعض كده، وهستمر على مدار الدور كله بنفس الطريقة. باخد سلسلة فراغ ولف الخيط، بفوت غرزتين، وفي التالتة هشتغل عمودين على نفس المكان، ادي واحد، وفي نفس المكان ارجع اشتغل العمود رقم اتنين. نكرر، باخد سلسلة، هلف الخيط، بفوت غرزتين، وفي الغرزة التالتة هشتغل عمودين، واحد اتنين، ونلف بالدور كله ولحد النهاية. لفيت بحروف الفي زي ما احنا شايفين مع بعض كده، داير ما يدور السطر كله، وبعد اخر غرزة اشتغلتها يفترض ان انا يتبقى معايا غرزتين، لان اشتغلت من مضاعفات العدد ثلاثة، اذا انا اشتغلت اخر حرف في، ومنساش اخد السلسلة اللي باخدها قبل ما اقفل منزلقة على سلاسل الارتفاع، لو ذكرهم كانت عبارة عن غرزة حشو اللي وصلنا بيها الخيط وسلسلتين، بسيب السلسلة الاولى وبروح على السلسلة التانية من فوق كده، وهسحب غرزة منزلقة، بطلع من الحلقة اللي على الابرة، وكده يبقى نهينا الدور والراوند. الدور اللي جاي هبتدي اعمل ايه؟ هشتغل كمان منزلقة جوه حرف الفي، اللي هما العمودين اللي كنت بشتغلهم مع بعض كده بيشكلوا حرف في اهو، هاجي في المنتصف كده واشتغل كمان منزلقة عشان انتقل ويكون ارتفاعي للدور اللي جاي سليم، بسحب كمان منزلقة بالشكل ده كده، ابقى بقيت على منتصف حرف الفي. تمام. هرتفع بسلسلة، وعلى نفس مكان الارتفاع جوه حرف الفي كده هسحب غرزة حشو من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين، وبنطلع منها بالشكل ده كده. تمام. بعد كده حرف الفي اللي جاي هشتغل عليه ازاي؟ هلف الخيط على الابرة، وشايفين العمود الاول منه، هنزل تحت العمود بالشكل ده كده،
شايفين بخرج من منتصف حرف ال في. تاني اشتغلت على منتصف ال في الاول غرزة حشو، بعد كده هلف الخيط على الابرة. ال في اللي جاي هشتغل عليه ازاي؟ بنزل تحت العمود الاولاني منه كده وبعد العمود بحيث ان هو يبقى بالعرض، وابتدي اشتغل لف داير العمود دوت كده، بسحب الخيط وهشتغل 5 اعمدة. العمود العادي اللي كنت بشتغله معايا 3 حلقات وبسحبه حلقتين في حلقتين كده العمود الاول، وهلف الخيط وعلى نفس العمود اهو بشكل لافف كده، هشتغل العمود رقم 2 3 4 كلهم على مكان واحد، 5 بالشكل ده كده تمام. وبعد كده بعد السطر بتاعي مرة تانية، شايفين انا اشتغلت على العمود ازاي؟ اشتغلت على العمود الاول لحرف الفي، بعد كده باخد سلسلة واحدة وهروح على حرف الفي التاني، شايفين كده، وهكرر. بس بكرر ازاي؟ ما بدخلش من المنتصف كده، لا بدخل من بره بنفس الطريقة بالظبط، هكون عليه ال5 اعمدة بنفس الطريقة اللي اشتغلتها على العمود الاول. اذا بلف الخيط وباجي على العمود التاني كده، هعدله لنفسي بالعكس وهدخل من تحته وهشتغل عليه لافف كده 5 اعمدة من نفس العمود، بسحب 3 حلقات وبسحبه حلقتين في حلقتين. ادي العمود الاول، العمود التاني، العمود التالت، الرابع، والعمود الخامس والاخير. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، لو عدلنا السطر هنلاقي انه ظهرت معايا الغرزة، اشتغلنا على حرف الفي، يفترض اشتغلنا هنا 5 اعمدة وهنا 5 اعمدة وما بينهم سلسلة ادوني الشكل اللي احنا شايفينه كده تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبتدي نروح على حرف الفي اللي جاي، ندخل فيه حلقتين الغرزة بشكل مظبوط كده الاول، وبعد كده هنروح على حرف الفي اللي جاي. بنشتغل ايه؟ بنشتغل في المنتصف، شايفين ما بين العمودين، هشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين، بسحب الخيط كده واطلع منها تمام. وعلى مدار الدور كله هنشتغل بنفس الطريقة، في حرف في بنكون عليه الغرزة كده، والحرف اللي بعده بنشتغل غرزة حشو، يبقى غرزة حشو وبعدين ال10 اعمدة اللي احنا بنشتغلهم بالطريقة دي كده. اشتغلت غرزة حشو، يبقى اذا حرف الفي اللي جاي هكون عليه الغرزة. بعمل ايه؟ هلف الخيط على الابرة واروح على العمود الاول، وزي ما احنا شايفين بخليه بالعرض كده بالنسبة لي، بعدل القطعة عشان يبقى بالعرض، وبنزل من تحت العمود، شايفين معايا كده اهو، مرة كمان بنزل من تحت العمود وبعدله ليا كده بحيث يكون بالعرض، وببتدي اشتغل تحت منه 5 اعمدة من العمود العادي، بسحبه حلقتين في حلقتين كده، 1 2 كلهم على نفس المكان، 3 4 والعمود الخامس والاخير، بشتغل 5 اعمدة بالشكل ده كده. وبعد كده باخد سلسلة، بعد السطر بتاعي مرة تانية بالشكل ده كده، يفترض ان انا زي ما اشتغلت على العمود الاول لحرف الفي اشتغل على العمود التاني، فبلف الخيط على الابرة. هشتغل على العمود ازاي؟ ببتدي اعكس السطر بتاعي بالشكل ده كده بحيث ان العمود يكون بالعرض، واشتغل 5 مقابلين، شايفين بدخل من برة، مش هدخل من جوه من جوه حرف الفي، لا من بره زي ما اشتغلت على الاتجاه التاني من بره تمام. ببتدي انزل تحت العمود كده واعدل السطر بالعرض بحيث العمود يبقى بالعرض معايا، اقدر اشتغل تحت منه 5 اعمدة، بسحب الخيط، ادي العمود الاول، العمود التاني، العمود التالت، الرابع، والعمود الخامس والاخير بالشكل ده كده. لو عدلت السطر هلاقي ان الغرزة بدأت تتكون معايا بالشكل اللي احنا شايفين. كل بقى اللي جاي هيبقى عبارة عن تكرار، اشتغلنا الغرزة يبقى حرف الفي اللي جاي بنشتغل غرزة حشو، بنشتغلها في منتصف حرف الفي ما بين العمودين كده، هدخل واسحب غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وبنطلع منها.
نكرر مع بعض مرة كمان. بعد غرزة الحشو لحرف الفي، حرف الفي اللي جاي هكون عليه الغرزة، بنعمل ايه؟ بلف الخيط على الابرة وعلى العمود الاول، بنزل تحت العمود وبعض القطع بتاعتي بالشكل ده كده، بحيث ان العمود يكون بالعرض، ومن تحت العمود هاخد 5 اعمدة، العمود العادي اللي هو حلقتين في حلقتين كده، 1 2 3 4 5 بالشكل ده كده. اخد سلسلة فراغ وبعد السطر بتاعي مرة تانية عشان اقدر اشوف العمود التاني لحرف الفي، وهلف الخيط. وبدخل ازاي؟ ببتدي ان انا اعكس الدور بتاعي بحيث العمود يكون بالعرض كده، وهنزل من تحت واشتغل 5 اعمدة مقابلين للاعمدة اللي انا اشتغلتها على الاتجاه التاني. بنزل تحت العمود كده وهسحب 5 اعمدة، ادي 1 2 3 4 5، واظبط السطر بتاعي بالشكل ده كده، هلاقي الغرزة اتشكلت معايا. وهو بقى بنفس التكرار على مدار الدور كله، في حرف في بنشتغل الغرزة وحرف في بنشتغل غرزة حشو. يبقى اذا بعد ما اشتغلت الغرزة بتاعتي كده 10 اعمدة ما بينهم سلسلة على عمودين حرف الفي، بروح لحرف الفي اللي جاي وفي المنتصف بالشكل ده كده بدخل ما بين العمودين واسحب واشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وبنطلع منها. هستمر بقى بنفس التكرار ولحد نهاية الدور. لفيت داير ما يدور السطر بالشكل ده كده، زي ما احنا شايفين في النهاية بعد اخر غرزة بنبتدي ان احنا نوصل على غرزة الحشو اللي بدأنا من عندها بدور. وجوه غرزة الحشو دي هقفل غرزة منزلقة، بسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة، وكمان برفع الخيط وبقصه لانه هنغير اللون. كل بطرون الغرزة بتاعتي عبارة عن تكرار للسطرين اللي احنا اشتغلناهم كده، تمام؟ في سطر بنكون حروف الفي، وبعد كده السطر اللي بعده بنبتدي نشتغل غرزة قشور السمكة كده على حروف الفي داير ما يدور، تمام؟ بس انا كل سطرين هغير اللون عشان يبقى في تبادل بالالوان كده، لكن انت اذا حابة ممكن ترتفعيها كلها من لون واحد لو عايزة. فاحنا بعد ما فصلنا الخيط بالشكل ده كده هبتدي اوصل اللون الاوف وايت مرة تانية. علشان نكرر الغرزة هنعمل ايه؟ هنيجي عند نفس الغرزة اللي فصلنا من عندها الخيط، يفترض ان هي غرزة الحشو ما بين الغرز المجسمة كده، وهسحب الخيط. طبعا معايا حلقة بداية على الابرة، بسحب الخيط كده بيبقى معايا حلقتين هطلع منهم، ثم هرتفع بسلسلتين وهعتبر اللي انا اشتغلته ده عمود بلفة. طبعا على السطر ده احنا هنكرر من حروف الفي، فاذا بلف الخيط على الابرة وعلى نفس الغرزة هي هي، هدخل اشتغل غرزة عمود بلفة من العمود العادي 3 حلقات وكنت بسحبه حلقتين في حلقتين، ابقى مع الارتفاع كأني اشتغلت عمودين وهو حرف الفي اللي كنت بشكله. كنت بعمل ايه؟ باخد سلسلة فراغ ما بين كل حرف في واللي بعده، الحرف اللي جاي هعمله فين؟ على منتصف الغرزة المجسمة كده، شايفين في الفراغ ده كده، هلف الخيط واشتغل عمودين. ادي العمود الاول، هلف الخيط وفي نفس المكان اخد العمود رقم 2، شايفين معايا؟ وهستمر بقى على مدار الدور كله بنفس الطريقة، اشكل حروف الفي ما بين كل حرف وحرف، باخد سلسلة فراغ وعلى غرزة الحشو اللي ما بين الغرز المجسمة كده بدخل اشتغل عمودين، هلف الخيط وبشتغل 1 وفي نفس المكان 2 بالشكل ده كده، ثم اخد سلسلة فراغ وفي منتصف الغرزة المجسمة على الفراغ كده هلف الخيط واخد عمودين، 1 2، زي ما احنا شايفين بيتشكل معايا حروف الفي مرة تانية بالشكل ده كده. ونستمر بنفس التكرار بقى، مرة بنشتغله على غرزة الحشو ومرة بنشتغله في فراغ الغرزة المجسمة كده لحد نهاية الدور. لفيت بيه حروف الفي بالشكل ده كده، وبعد اخر حرف اشتغلته منساش اخد السلسلة اللي باخدها ما بين حروف الفي، تمام؟ هاخد السلسلة قبل ما اقفل منزلقة على سلسلتين الارتفاع اللي كانوا في البداية، كانت غرزة حشو سلسلتين، هاجي في السلسلة التانية من فوق كده وهقفل غرزة منزلقة وانهي الدور والراوند. بعد كده على الدور اللي جاي هنبتدي نكرر
غرزة قشور السمكة مرة تانية، فعشان نرتفع ويكون ارتفاعنا سليم دايما بنقفل على الارتفاع بمنزلقة كده، وبعد كده بشتغل كمان منزلقة على اول حرف V عشان نبقى على منتصف الحرف بالشكل ده. كده هرتفع بسلسلة وعلى نفس مكان الارتفاع في الفراغ كده هشتغل غرزة حشو، نفس الغرزة البسيطة حلقتين وبنطلع منها. انا كنت بشتغل السطر ده ازاي، مرة كنت بشتغل حشو، مرة كنت بشتغل الغرزة البارزة كده. تمام، اذا اشتغلت على اول حرف V غرزة الحشو، فهاجي على حرف V اللي جاي وهلف الخيط على الابرة، هبتدي اشكل 5 اعمدة تحت اول عمود من حرف V بالشكل ده كده. هسحب 5 اعمدة، ادي 1 2 3 4 5، اخد سلسلة فراغ. وبعد كده بعد الشغل بتاعي بالشكل ده كده او السطر، باجي على العمود التاني لحرف V واكون 5 اعمدة مقابلة. ازاي؟ بشتغلهم بس من بره، شايفين بالشكل ده كده، شايفين بقلب العمود بحيث يكون بالعرض، وباجي من بره بدخل تحت العمود واسحب 5 اعمدة مقابلة لي للاعمدة اللي انا اشتغلتها. تمام، فبالشكل ده كده زي ما احنا شايفين هلف الخيط وهنزل تحت العمود ده كده من بره وهسحب 5 اعمدة، ادي 1 2 كلهم تحت العمود، 3 4 5 بالشكل ده كده. لو عدلت السطر بتاعي هلاقي الغرزة بتتشكل معايا زي ما احنا شايفين مع بعض كده. تمام، وبالتكرار بقى بنفس الطريقة غرزة حرف V اللي جاي في المنتصف وهشتغل غرزة حشو. اتفقنا مرة بنشتغل حشو ومرة بنشتغل الغرزة البارزة. هلف الخيط وعلى العمود اللي جاي ليه حرف V اللي عليه الدور كده، هنزل من تحت العمود وعدل العمود بالعرض، ومن تحت العمود وهسحب 5 اعمدة، 1 2 3 4 5، اخد سلسلة. وبعد السطر بتاعي كده هروح لحرف V نفسه واروح على العمود التاني واشتغل 5 مقابلين بنفس الطريقة. هلف الخيط وبنزل من تحت العمود، اخلي العمود بالعرض كده هوت، اعدل السطر يكون العمود بالعرض، ومن تحت العمود هسحب 5 اعمدة، 1 2 3 4 5 بالشكل ده كده. اعدل السطر وحرف V اللي جاي بشتغل عليه غرزة حشو، مرة غرزة حشو ومرة الغرزة البارزة كده او قشور السمكة، وبنقعد نكرر بنفس الطريقة. طبعا تكرار بسيط وسهل من السطرين كده، كل مرة هنكررهم بنفس الشكل لحد ما نرتفع للارتفاع المناسب على الشنطة. طبعا انا هرتفع بالسطور ونرجع نشوف الخطوة اللي جاية. ارتفعت بالسطور زي ما احنا شايفين مع بعض كده بنفس التكرار من نفس الباترون لحد ما بقى عندي 10 سطور من نفس الغرزة. لو عدينا كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، طبعا 10 سطور دول يعتبروا ب20 سطر، لان كل سطر فيهم مكون من سطرين اللي هو باترون الغرزة، سطر حرف V وسطر الغرزة البارزة او قشور السمكة. تمام، يبقى انا ارتفعت بالارتفاع المناسب، مش هرتفع اكتر من كده. وباجي على نهاية الدور هنا، انا قفلت منزلقة بشكل طبيعي بعد ما خلصت الدور بتاعي، وهنبتدي نشتغل اطار داير ما يدور الشنطة كلها من فوق كده، يبقى من غرزة الحشو. فانا هنا كده بعد ما قفلت منزلقة هعمل ايه؟ هرتفع بسلسلة وهشتغل مكان السلسلة في نفس المكان هو يفترض انها غرزة الحشو اللي هي في المنتصف ما بين الغرزتين البرزين، بشتغل عليها هي في مكان الارتفاع كده غرزة حشو. دي كده تبقى بداية الدور. يفضل هنا ان انا احط على نفسي علامة لاني هشتغل من الغرزة البسيطة وابقى عارفة بداية الدور.
بعد كده هشتغل ازاي على الغرزة الباردة اللي هي غرزة قشور السمكة. لو جيت فوق كده في عمود مايل الناحية دي وعمود مايل الناحية دي وفراغ على المنتصف. المفروض ان انا على الغرزة الباردة دي اخد 5 غرز متتالية كده. هشتغلهم ازاي؟ هشتغل على عمود المايل الاول 2، على عمود المايل الثاني 2، وفي المنتصف هنا غرزة واحدة. اذا انا كل ما بقابل الغرزة بتاعتي كده بلاقي، شايفين فوق هنا بيبقى في مكان لغرزتين، تمام كده. باخد على كل غرزة فيهم غرزة حشو من نفس الغرزة البسيطة، حلقتين وبنطلع منها. بعد كده في مكان تاني اهو بناخد عليه برضو غرزة حشو. يبقى انا اشتغلت الغرزتين اللي فوق العمود المايل. بعد كده هشتغل على منتصف الغرزة نفسها غرزة حشو، وعلى عمود المايل اللي في الاتجاه التاني بنفس الطريقة في بيبقى في مكان لغرزتين. شايفين لو بعتي العمود اللي بيبقى بارز للامام كده هتلاقي في مكان لغرزتين. فبشتغل على الغرزة الاولى او السلسلة الاولى كده، بشتغل غرزة حشو، وبرده على الغرزة التانية او السلسلة التانية اللي بعدها غرزة حشو. يبقى انا اشتغلت على الغرزة البارزة 5 غرز متتالية، تمام. وده اللي انا هكرره على مدار الدور كله. بشتغل على غرزة الحشو اللي ما بين الغرز، وعلى الغرزة نفسها بشتغل 5 غرز. بشتغلهم ازاي؟ 2 على العمود المايل اللي في الاول، بعد كده واحدة في المنتصف، بعد كده 2 على العمود المايل اللي في الاتجاه التاني. هنكرر بنفس الطريقة. في هنا غرزة حشو اللي هي في منتصف الغرزتين، بشتغل عليها بشكل طبيعي غرزة حشو من نفس الغرزة البسيطة اهي، حلقتين وبنطلع منها. بعد كده لما بقابل الغرزة بتاعتي بعمل ايه؟ باخد غرزتين على اول عمود مايل، بلاقي مكان هنا كده ليه غرزة، ادي واحد، والمكان التاني اللي بعده على طول ليه غرزة تانية كده 2. يبقى انا اشتغلت الغرزتين. بعد كده في المنتصف باخد غرزة، ثم على عمود المايل في الاتجاه التاني برضو بنفس الطريقة. شايفين ادي في مكانين اهو، في المكانين دول باخد غرزتين بشكل طبيعي. ادي المكان الاول بدخل واخد غرزة حشو، والمكان التاني باخد غرزة حشو. يبقى انا اشتغلت ال5 غرز بتوعي. وهستمر بقى على الدور كله بنفس الطريقة، بشتغل على غرزة الحشو، بعدين غرزتين للعمود المايل، غرزة في المنتصف، غرزتين للعمود المايل، وهلف بالدور كله لحد ما نوصل على البداية مرة تانية. انا كده وصلت للنهاية بسطر منتظم من غرزة الحشو بالشكل ده كده. وبعد ما بنشتغل اخر غرزة ببتدي اشيل العلامة والماركر من اول غرزة بدأت من عندها الدور، وببتدي اقفل منزلقة. بس هقفلها ازاي؟ مش هقفلها تحت حلقتين الغرزة. يفترض ان احنا نرتفع يعني ب5 سطور من غرزة الحشو، لكن السطر رقم 2 اللي احنا هنشتغله دلوقتي ده هو الوحيد اللي هنشتغله بالطريقة اللي هنشوفها مع بعض، تمام كده. فانا هعمل ايه؟ هبتدي ان انا منزلش تحت حلقتين الغرزة. الغرزة بيبقى فيها فتلة امامية وفتلة خلفية. السطر رقم 2 انا هشتغل بس على الفتلة الامامية واسيب الفتلة الخلفية ورا، تمام كده. يبقى اذا انا من المكان اللي انا فيها في المنزلقة فين؟ على الفتلة الامامية للغرزة الاولى اللي كان عليها المارك كده، الفتلة الامامية، وهسحب الخيط وبطلع بمنزلقة عادية خالص، تمام. وبرده السطر ده هيكون سطر غرزة الحشو عادي خالص، ولكن في الفتلة الأمامية. هو السطر ده الوحيد اللي هنشتغله بالطريقة دي. فهسحب سلسلة ارتفاع بشكل طبيعي، وفي نفس مكان الغرزة بتاعتي هاخد غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وبنطلع منها. وبرده يفضل هنا ان انا احط العلامة بتاعتي على بداية الدور، تمام. بعد كده على كل غرزة بتقابلنا بقى بنشتغل بنفس طريقة العمل. باخد بس الفتلة الأمامية وبسيب الفتلة الخلفية، تمام. وهدخل كده على الفتلة الامامية بس واخد غرزة الحشو بتاعتي، وهشتغل كده بنفس التكرار على مدار الدور كله بس على الفتلة الامامية، داير ما يدوره لحد ما نوصل على الماركر بتاعنا مرة تانية. لفينا بالسطر كله زي ما احنا شايفين كده على الفتلة الامامية، وهنا في النهاية بعد اخر غرزة هبتدي ان انا اشيل الماركر او العلامة وهقفل منزلقة. بس المرة دي هقفلها على حلقتين الغرزة بشكل طبيعي، هنزل تحت الحلقتين
كده وهسحب منزلقه وكده، نبقى نهينا الدور والراوند. الدور ده الوحيد اللي هنشتغله فيه الفتله الاماميه، لاننا هنحتاج الفتله الخلفيه اللي سيبناها كده قدام شويه. واحنا في اجمالي الارتفاع على الاطار هنا هنرتفع ب5 سطور. اشتغلنا سطرين مع بعض، السطر الاول اللي احنا اشتغلناه، وبعد كده السطر الثاني على الفتله الاماميه، وال3 سطور اللي جايه هنشتغلهم بشكل طبيعي تحت حلقتين الغرزه، ومجرد بس سطور ثابته بغرزه فوق كل غرزه، يعني مفهومش اي تغيير. بنرتفع على البدايه كل مره بسلسله واحده، وفي نفس مكان الارتفاع بننزل تحت حلقتين الغرزه بشكل مظبوط وسليم كده، واسحب غرزه الحشو بتاعتي. وطبعا دي بدايه الدور يفضل ان انا احط فيها العلامه. كل اللي انا هعمله بقى انه ب3 سطور منتظمه بنفس الطريقه، كل غرزه بتقابلنا بننزل تحت حلقتين الغرزه بشكل مظبوط، شايفين تحت الحلقتين كده، وهسحب الغرزه بتاعتي واشتغل داير ما يدور. زي ما قلت لكم نرتفع ب3 سطور بنفس الطريقه، سطور ثبات، ونرجع نشوف الخطوه اللي جايه. ارتفعت بال3 سطور زي ما احنا شايفين مع بعض كده، ده بقى شكل الاطار تمام. وانا هنا كده على النهايه وقفلت منزلقه، بعد المنزلقه اللي نهيت بيها الدور الاخير كده هرفع الخيط وهوصل. بعد فصل الخيط المرحله اللي جايه، فاكرين السطر اللي اشتغلناه على الفتله الاماميه بيبقى الفتله الخلفيه فتله بارزه في اطار الحقيبه بالشكل ده كده من جوه، شايفين؟ هنبتدي ان احنا هنشتغل عليه لسان علشان نثبت السوستة على اللسان الداخلي ده، فانا اشتغلته على الاتجاه ده كده زي ما احنا شايفين، وهنشتغله على الاتجاه التاني. عشان نشتغله بنعمل ايه؟ بنيجي على السطر البارز اللي هو الفتلة الخلفية اللي انا كنت سايباها اهي، شايفين؟ باينة معايا اهي، شايفين كده؟ هي دي تمام؟ السطر المختلف ده، اوكي؟ بنيجي نسيب 5 غرز من الاتجاه ده ونحط علامة، و5 غرز من الاتجاه التاني ونحط علامة، وبنبتدي نشتغل من العلامة للعلامة سطرين من غرزة الحشو زي ما انا عملت على الاتجاه التاني كده. بس اخلي بالي ان انا بعمل كده على الاربع، يعني على الاتجاهين تمام، فاتاكد انه العلامات دي على نفس الغرزة، يعني الغرزة والغرزة المقابلة سواء في الاتجاه اليمين او الشمال، عشان يبقى اللسان مظبوط معايا تمام كده. فزي ما احنا شايفين انا اشتغلته على الاتجاه ده كده تمام، من الماركر للماركر، ونفس العلامات احطتها الناحية التانية زي ما قلنا، سيبنا 5 غرز وبنحط العلامة، و5 غرز وبنحط العلامة من كل اتجاه، بعد ما بنظبط الشنطة ونتأكد اننا على المكان السليم لزوايا الشنطة بالشكل ده. بعد ما اخدنا العلامات بتاعتنا في اماكنها السليمة، ببتدي ان انا اقلب الاطار اللي هو الغرز الحشو اللي انا اشتغلتها على الاطار من فوق بالمشقلب كده، بحيث ان انا هبتدي اشتغل على السطر اللي هو الفتله الخلفيه اللي انا كنت سايباها قبل كده تمام. ده حلقه بدايه جديده، وهبتدي من الغرزه اللي عليها المارك، وهشتغل من المارك لحد المارك. بعمل ايه؟ هاجي على غرزه المارك نفسها كده وهدخل بالشكل ده كده تمام، شايفين؟ انا هستمر على الشغل بتاعي كله على الفتله الخلفيه اللي انا كنت سايباها. هدخل وهسحب الخيط من جديد وهبتدي اشتغل غرزه حشو، طبعا من نفس الغرزه البسيطه تمام. انا معايا حلقه بدايه جديده على الابره اهي، وبدخل جوه الغرزه اسحب الخيط مع الحلقه اللي كانت معايا، بعتبرها غرزه حشو، وهسحب الحلقتين مع بعض بالشكل ده كده. انا اشتغلت على غرزه المارك اول غرزه حشو تمام، وطبعا اطراف الخيط دي باخدها معايا كده على الغرز عشان تختفي تحت الشغل بتاعي، وباجي على الغرزه اللي عليها الدور، شايفين الفتله الخلفيه اللي كنت سايباها اهي، هدخل وهسحب غرزه حشو. كل اللي انا هعمله بقى هيبقى عبارة عن تكرار بنفس الطريقة، بدخل على الغرزة اللي بعد كده واشتغل غرزة حشو، واستمر كده لحد ما نوصل للماركر اللي في الاتجاه التاني. زي ما احنا شايفين انا بنفس الطريقة اهو وصلت للغرزة اللي فيها المارك كده، هبتدي اشتغل عليها بنفس الطريقة الشكل ده كده. يعني انا اخدت الدور كله من المارك ولحد المارك بالشكل احنا شايفين. كل انا هعمله هاخد سطر كمان ارتفاع، فاذا هرتفع بسلسلة واحدة بعد اخر غرزة اللي هي غرزة المارك كده، وهلف السطر بتاعي وابتدي ارجع على الغرز بتاعتي كده، عندي غرز منتظمة بشكل طبيعي بدءا من الغرزة اللي تحت الابرة على طول، وهبتدي من نفس الغرزة البسيطة كده حلقتين وبنطلع منها، وهستمر بنفس الطريقة الغرزة اللي بعد كده، بنزل تحت حلقتين الغرزة بشكل طبيعي كده، واخد غرزة حشو
ولحد ما نوصل على اخر غرزة على السطر اللي انا اشتغلته كده. انا كده وصلت لاخر غرزة، اتأكد ان انا اشتغلت عليها بشكل مظبوط وسليم عشان احافظ على استقامة اللسان كده. وزي ما احنا شايفين اصبح عندي اهو سطرين من غرزة الحشو مقابلين للسطرين اللي انا اشتغلتهم على الاتجاه التاني، وده المكان اللي احنا هنسكن فيه السوستة. انا هنا بعد اخر غرزة بالشكل ده كده هبتدي ارفع الخيط وهقصه، وطبعا ببتدي نهاية الخيط كده ان انا اضمها على ابرة التنظيف في المرحلة دي، وبخفيها تحت الغرز بتاعتي كده بسراجة عادية. اخد غرزتين تثبيت من الداخل بالشكل ده كده، وبعدين بتخلص من الزيادة وبقصها. طبعا انا لو عندي زوايد بره من نهايات الخيط بالشكل ده كده هنضفها، لكن الخيوط اللي جوه تمام. شايفين مكان وصل الخيط هو في مكان واحد اللي هو كنا بنوصل فيه على بداية الدور دايما من الالوان، ده مش هنضفه. انا كده كده البطانة هيختفي من جواها، وبالتالي انا مش محتاجة انضف الخيوط اللي جوه، انا بس بنضف الخيوط اللي على حروف الشغل بتاعي. وطبعا كده نبقى انتهينا من جسم الشنطة، حتى المكان اللي هنسكن فيه السوستة اصبح بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين مع بعض. وفي المرحلة دي بقى هنبتدي نشتغل على الايد. علشان نشتغل الايد هنيجي على زاوية الشنطة كده، اتأكد ان انا على الزاوية السليمة لجسم الشنطة، وهبتدي ان انا اخد 4 غرز من جنب الحقيبة كده تمام. هاخدهم فين؟ شايفين الاطار اللي احنا اشتغلناه على اول سطر منه تمام، هاخد 4 غرز ورا بعض. هاخدهم ازاي؟ بالشكل ده كده. بس زي ما قلت لكم تتاكدي ان انت على يعني بتاخديهم في مكان مظبوط لجنب الشنطه تمام. فاذا انا بالشكل ده بتتني الجنب بحيث ان انت تبقي واخده الغرز على الجزء ده كده اوكي. فانا زي ما احنا شايفين هاجي في السطر الاخير ده وهبتدي اسحب غرزه بالشكل اللي احنا شايفينه كده تمام. طبعا بحلقه بدايه جديده على الابره، و هسحب الخيط مع حلقة البداية، يبقى في حلقتين اهم هسحبهم واطلع منهم، هعتبر ان اللي انا اشتغلته ده اول غرزة من غرزة الحشو تمام. بعد كده بنفس الطريقة الغرزة اللي بعدها هاخدها بنفس الطريقة. شايفين بدخل ازاي؟ كأني بشتغل بريد امامي تمام، من تحت الغرزة كده وهسحب غرزة حشو، ثم بنفس التكرار الغرزة اللي بعد كده. قلنا هناخد 4 غرز مختلفة او ورا بعض يعني، اذا بنفس الطريقة انا بشتغلهم اهو، بدخل تحت الغرزة نفسها واسحب الخيط كده. انا اشتغلت 4 غرز تمام بالظبط كده. انا هنا هرتفع بقى بسلسلة، وكل احنا هنعمله ان احنا هنشتغل على ال4 غرز دول رايح جاي بغرزة الحشو. بنزل تحت حلقتين الغرزة عادي واسحب غرزة الحشو بتاعتي من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين بالشكل ده كده، وبنطلع منها. وهكرر بنفس التكرار، بسحب الخيط واطلع كده الغرزة رقم 2، الغرزة رقم 3، وطبعا الغرزة الأخيرة بتبقى صغيرة شوية لأن دي اللي بتبقى عليها حلقة البداية، لازم أتأكد إن أنا اشتغلت عليها. وبعد كده بتنتظم معايا على السطور اللي جاي، هو السطر الأول بس اللي بتبقى ضيقة كده. بعد ما بشتغلها بيبقى خلاص كده بقى عندي 4 غرز منتظمة. كل احنا هنعمله بقى نرتفع بسلسلة ونلف السطر بتاعنا بالشكل ده كده، ونرجع بغرز الحشو على ال4 غرز. هنرتفع قد ايه؟ هنرتفع بطول ايد الشنطة اللي احنا محتاجينها، يعني ارتفع بالطول اللي يناسبك. طبعا انا هرتفع بالسطور، كل مرة بنوصل للنهاية كده نرتفع سلسلة ونرجع بالدور مرة تانية، هرتفع بالسطور لطول الايد اللي احنا محتاجينها ونرجع نشوف الخطوة اللي جاية. ارتفعت بالايد زي ما احنا شايفين مع بعض كده لحد الطول اللي انا محتاجاه تمام كده. ببتدي دلوقتي ان انا على نهاية السطر ارفع الخيط واخلي الخيط ده بالزيادة شوية عشان اثبته على الاتجاه التاني، وهلضم النهاية دي على ابرة التنظيف، وبتأكد انه الايد بتاعتي على اتجاه سليم بالشكل ده كده اتجاه واحد تمام. وهروح على نفس المكان اللي انا بدأت من عنده ناحية التانية كده، وابتدي اثبت الايد بخياط عادية.
وزي ما احنا شايفين انا ثبتت الايد، وكمان مش ثبتها بس، انا اخدت خياطة مربعة على الجزء اللي فيه الاطار علشان يبقى مدعم معايا بالشكل ده كده، يعني افضل ما كنا اشتغلناها على الحرف اصلا، لا بنشتغلها من تحت ونرجع نخيط الجزء دوت مع الاطار نفسه، فيبقى يعني عملي في الاستخدام. بنفس الطريقة بقى انا هلضم من نفس الخيط كده، شايفين الجزء اللي احنا بدأنا من عنده الايد، تمام، احنا بدأنا من تحت كده. اللي احنا بنعمله ان احنا بنحط الجزء ده على الاطار نفسه كده، وبعدين بخياطة عادية بنبتدي نخيط مربع مع الاطار نفسه، وناخد خياطة تثبيت يعني كويس، بحيث انه يكون الجزء دوت عبارة عن مربع يعني متخيط مع الاطار نفسه، فيدينا دعامة كويسة للايد، تمام كده. فمن نفس اللون كده وبنفس الطريقة هخيط الجزء التاني. ثبتنا الايد على الاتجاهين واصبحت جاهزة على الاستخدام بالشكل ده كده. وهي في المرحلة دي ببتدي بقى ان انا احط البطانة. طبعا انا البطانة دي اشتغلتها معاكم خطوة بخطوة قبل كده على الباترون اللي فات، لو ما شفتهوش معايا هتلاقي باترون الشنطة اللي فاتت موجود ومتوفر على اول تعليق مثبت تحت الفيديو، عشان لو ما شفتش طريقة تثبيت البطانة او عملها هتلاقيه موجود عليها. زي ما احنا شايفين انا اشتغلت البطانة بالفعل، واشتغلتها من قماش الجوخ، تمام، وثبتها على مكانها داير ما يدور. طبعا بنثبتها تحت اللسان اللي احنا خصصناه للسوستة، وبعد كده بتيجي مرحلة السوستة. السوستة على الباترون ده بتبقى يعني اكبر مساحتها، اكبر من الشنطة، يعني اخلي فيها مساحة باقية من هنا كده من الاتجاه ده والاتجاه التاني، تمام. وبنيجي على اللسان نفسه اللي احنا اشتغلناه اللي هما السطرين غرزة الحشو، وببتدي ان انا اثبتها بالخيط والابرة العاديين، تمام، خياطة عادية خالص. زي ما احنا شايفين مع بعض كده انا ثبتها من اتجاه، تمام، وهثبتها بقى من الاتجاه التاني، باجي برضو على الاتجاه التاني واتأكد ان انا حطيت اللسان بشكل مظبوط، يبقى قصاد بعضه بالشكل ده كده، وهبتدي برضو بنفس الخياطة اثبتها من على الاتجاه ده لحد النهاية. بعد تثبيت السوستة على الاتجاهين بالشكل ده كده، متبقي عندي في المرحلة دي ان انا انظف بداية ونهاية السوستة. طبعا مش هينفع ان احنا نسيبها كده والا كل مرة في الاستخدام الجرار هيطلع معايا. بنعمل ايه؟ انا بفضل انه اتجاه من الاتجاهين بدخله جوه الشنطة بالشكل ده كده، وببتدي اثبته على زاوية الشنطة من الداخل، اما بالخيط والابرة العاديين او بمسدس الشمع زي ما تحبي، تمام كده. طيب والجزء التاني؟ الجزء التاني اما بيبقى عندنا اللي هي نهايات السوستة الجاهزة اللي هي المعدن، ودي طبعا بتدينا نهاية ممتازة جدا للسوست، طبعا موجودة متوفرة في الأماكن اللي بتبيع يعني الأكسسوار وخامات الشنط والحقائب والجلود وكده. بنستخدمها ازاي؟ بنيجي على النهاية هنا كده وبنبتدي نستخدم أي شكل منهم، طبعا بتبقى أشكال كتير، وهي معدن في منها ألوان المعدن، تمام، الاكسدي والذهبي والفضي، وزي ما احنا شايفين بندخلها على نهاية السوستة كده، وبيبقى معاها مسمار صغير مجرد ما ربطناه بتدينا نهاية ممتازة للسوستة بالشكل اللي احنا شايفينه. وطبعا ما دمنا حصلنا على النهاية دي بقى بنبتدي ندخله جوه الشنطة كده وخلاص، بيبقى جاهز على الاستخدام. طب انا لو ما عنديش النهاية دي، يعني لو ما عنديش النهايات الجاهزة دي للسوستة، اقدر اعمل ايه؟ بكل سهولة بقى باجي من نفس القماش اللي انا اشتغلت منه البطانة، طبعا انا استخدمت قماش الجوخ فهقطع منه جزء مربع بالشكل ده كده، وبرده باجي على نهاية السوستة بضم ان السوست يعني حروف السوستة بالشكل ده، وبالمناصفة بقى القطعة المربعة دي ببتدي ان انا اجمعها على النهاية كده بخياطة عادية خالص، سواء على المكنة او على ايديا، بخيط مربع كده وبرده بيديني نفس العمل ونفس النهاية، ببتدي ادخلها بقى من الداخل، تمام كده. يعني سواء ده او ده المتوفر عندك بتبتدي تعمليه، وكده بنبقى انتهينا من تركيب السوست. وزي ما احنا شايفين كده نبقى انتهينا والباترون اصبح جاهز معايا على الاستخدام. طبعا انا في النهاية اشتغلت له او لزقت براند بسيط بالشكل ده كده، الغرزة اللي اشتغلناها دسمة جدا، وبالتالي انا يعني حاولت ان انا يعني انقي اصغر براند موجود. طبعا البراندات الجلد الجاهزة دي موجودة ومتوفرة في نفس الاماكن اللي هتشتري منها الخيوط،
وطبعا لو مش متوفر تقدري تستغني عنه. شايفين قد ايه من الباترونات الحلوة جدا وشكلها مميز جدا على اللبس، اتمنى تجربيها معايا، ويا ريت كل اللي استفاد ما ينساش يعمل لي لايك اذا بتتابعوني او بتشوفوني لاول مرة وحابين تكونوا معايا على القناة. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديدي على قناة كوليكشن، وفعلوا شارة الجرس يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.